حل القضاء والنفس تظهر علومها ونعد في صملانا حق يومها. لقد شهدت هذه الأرض الطيبة تاريخاً من البذل والعطاء قدمه الآباء والأجداد في سبيل حماية ترابها الغالي من الأخطار المحدقة بها. كما سجل التاريخ وقفات مشرفة لحكام الإمارات وأبنائها مع جيرانهم ونجدتهم لهم لردع أي أخطار كانت تهددهم. وهو موقف لم يحد عنه قادة وطننا اليوم ولا جنودنا البواسل الذين سجلوا أعظم المواقف خلال العقود الماضية، كان آخرها مسارعتهم لتلبية نداء الوطن لنصرة إخواننا والشرعية في اليمن الشقيق. ومن المواقف التي بذل فيها أبناء الإمارات أرواحهم قبل قيام الاتحاد وتحديداً قبل مئات السنين، تلك المعارك الشرسة التي دارت خلال القرن السادس عشر بين حلف بني ياس بقيادة الشيخ محمد الفلاح الياسي والقوات البرتغالية التي كانت تطمع لإخضاع المنطقة لسيطرتها. وقد استمرت تلك المعارك لأكثر من سنتين، وتم أسر الشيخ محمد الفلاحي بعد إصابته بجروح بليغة في إحدى تلك المعارك، لتنقله القوات البرتغالية إلى عمان، وهناك تمت محاكمته وإعدامه لينال شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن هذا الوطن الغالي. ونقلت إحدى المخطوطات القديمة قصيدة قالها الشيخ الفلاحي في تلك المعركة قبل أسره، يصف فيها كيف أن للدار وأهلها حق عليهم كقادة وجنود للوطن لحماية الأرض والعرض من كل اعتداء. يقول الشاعر الشيخ محمد الفلاحي في قصيدته: حل القضاء والنفس تظهر علومها ونعد في صملانا حق يومها، لما يلح النفس في بهوة العلا ترمي بهشتات النيا في ركومها. يا لابتي أهل النضاع الدو النضاع غير المنايا بينات نسمومها، نركب على كزم البلا سملكنها شهب انتهى وتف الغدار يرسومها. للدار وأهل الدار حق علينا وشوفاتنا مرفوق تمزع هدومها، حميت من الساحل إلى رملة الغضاء لا هي ترخصنا ولا احنا نسومها. يا يوم لا حييت وثمت فينا غيباتنا رغبت فيها خصومنا، يوها غراب هوب منا وفينا كفار لا من دينها ولا سلومها. طماعة في الدار والدار عسرة حمر الهواية ما توانت عزومها، يوهم على سعاية الموي داية متوالية نيرانها في خشومها، آسوا في ناس دون حيل وقوة وتوحدوا فيها بغيبة قرومها، حاثوا ولاثوا في حماها وحرقوا وانصاح ساحلها تعزوة حزومها. دغرنا عليهم وضحى يدهش الظهر من تخة الظفرة وما حاز قومها، عصبة تحالاهم يليدن قلقة بمعطلات يردت من كمومها، ما بين بو حدين ويباب شلفة بتار من عظم المعادي ثلومها، يونا ويناهم وشالوا وشلنا والحايمات الياية هزات حومها. لقد شهدت الأراضي الإماراتية قبل قيام كيانها الاتحادي استشهاد من ضحوا بأرواحهم لأجل حمايتها
وامتزجت دماؤهم بتراب هذا الوطن الغالي الذين شاركوا بتضحياتهم في الوصول به إلى ما وصل إليه اليوم من علو ورفعة وإنجاز. حل القضاء والنفس تظهر علومها ونعد في صملانا حق يومها.